برا يؤكدون بأن تحسينها ورفعها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن قد تكون له نتائج سلبية. المزيد مع جارية بالحاج. 15,000 دينار جزائري، أي ما يعادل 110 يورو، هي قيمة المنحة السياحية التي يستفيد منها المواطن الجزائري الراغب في التنقل نحو الخارج. منحة جد منخفضة إذا ما قرنت ببعض الدول المجاورة، ففي تونس تفوق قيمة المنحة السياحية 2000 يورو، فيما تتجاوز 3000 يورو بالمغرب، وتقترب من 15,000 يورو بمصر، ما يستدعي البحث عن أسباب عدم مراجعة هذه الأخيرة. الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن أن ترفع من منحة سياحية بعدما تدهورت إيرادات البترول بحوالي أكثر من 60%، ولا نملك إنتاج حقيقي، ولا نملك خدمات سياحية أو خدمات في قطاعات أخرى التي تجعلنا نقوم بعملية إدخال العملات الأجنبية. وبالتالي أنا في اعتقادي وتقديري أن الرفع من المنحة السياحية في الوقت الحالي هو نفاذ للاحتياطات سعر الصرف، وسوف نلتجئ بعد ذلك إلى الاستدانة من الخارج.